برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، تم افتتاح فعاليات منتدى أسبار الدولي 2018 عصر المستقبل السعودية غدا في 4 نوفمبر الماضي بفندق الفور سيزون بالرياض. كذلك تم تدشين معرض من الابتكار للتأثير بحضور عدد كبير من أصحاب المعالي والسعادة وسفراء بعض الدول لدى المملكة العربية السعودية والمسؤولين في القطاع الحكومي والخاص. ودعا سمو أمير منطقة الرياض لإحسان الظن بالشباب قائلا: إن الإنسان السعودي وصل إلى مستوى عالي، يجب أن نتواصل معه ويجب أن نعطيه الثقة لكي يكون عند حسن الظن في كل أموره وأعماله. أما الشباب فأحسنوا الظن فيهم، فإنهم لهم دور كبير وقادم بإذن الله في كل مرحلة وفي كل عقد من الزمن. أرجو لهذا المنتدى دوام التوفيق والتقدم، وأن يكون عطاء جيدا، لأنه يفعل الجهات العلمية جميعا في أعمالها وفي توافق وتناغم رائع جدا. أرجو لكم جميعا التوفيق، وشكرا لكم على هذا الحضور الذي فعلا يؤسس لمنهج علمي واضح. لكم مني شكر وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرم الحفل في يومه الأول الرعاة والشركاء، وشهد الحضور عرض مرئي حول منتدى أسبار الدولي في دورته الثالثة. وفي ختام اليوم الأول توج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض الفائزين بجائزة أفكار المستقبل التي أقيمت ضمن فعاليات المنتدى. مشاركتي في منتدى أسبار بحول الله هي أنا فزت مرتين على التوالي في مشروع صندوق الصحة. المبالغ اللي أنا حصلت عليها برمجت فيها التطبيق وحاليا في المرحلة الأخيرة. بالنسبة للمنتج فهو الهدف الأساسي من المشاركة في منتدى أسبار هو تعاونهم مع عملية الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، واللي معاها بإذن الله راح نصنع ابتكاري، وأطمح أن يكون المساند الأول بإذن الله على المستوى المحلي والدولي والعالمي. حافز كبير لكل واحد وحلم أنه لما نبتكر حاجة يلقى أحد يقدره، وهذا صراحة أول تقدير لنا بعد جهد أكثر من سنتين نشتغل، أول تقدير نحصل عليه من منتدى أسبار. متى ما سنحت الفرصة أنه إحنا عندنا شيء نقدم منتدى أسبار، يعني منتدى أسبار للجميع صراحة، الله يعطيهم العافية. شهد اليوم الثاني عقد 5 جلسات تناولت المحاور الرئيسية للمنتدى: التعليم والصحة والتقنية والبيئة والطاقة. ناقشت الجلسة الأولى التعليم في المستقبل، استراتيجية وزارة التعليم لتحقيق رؤية المملكة 2030. أكد المشاركون خلالها على ضرورة تطوير التعليم باستغلال التطور التقني لجعل التعليم مفتوحا لمواكبة التطورات على مستوى الوظائف. لدينا فرصة رائعة جدا وفريدة من نوعها لإحداث نقلة نوعية ممكن تغير واقعنا من خلال استغلال التطور التكنولوجي اللي وصلنا له. نلاحظ أن الروبوت مستخدم حاليا في كثير من المدارس، وخاصة في مجال STEM. هناك توجه كبير لاستخدام STEM في التعليم، واستخدام الروبوتات لتعزيز التعلم والبرمجة، وسيكون الجميل في المستقبل. أعتقد المستقبل القريب أن الروبوت سيدخل إلى داخل الفصل، وهذا هو النقطة الجميلة. الاستشراف المستقبل سيدخل الروبوت بشكل أكبر في مختلف المجالات ليدعم العملية التعليمية. لن يكون بديل عن المعلم، لكن هناك نقاط كثيرة. لم يعد التعليم والتعلم محصورا داخل الفصل الدراسي وإنما خارج الفصل الدراسي. كيف يتم ذلك؟ يتم من خلال نظام LMS Learning Management System، يستطيع الطالب وهو في المنزل التواصل من خلال الجروب ديسكشن أو مجموعات النقاش، يتواصل مع زملائه، يتواصل مع الأستاذ، ولي الأمر يستطيع أن يتواصل أيضا مع المعلم، الطالب يستطيع أن يقوم بأداء الواجبات، المعلم أيضا يستطيع أن يعمل اختبارات للطلاب. في
في الجلسة الثانية دار حوار فعال حول الصحة في المستقبل، سلط الضوء على التحديات التي قد تواجه الحكومات مستقبلا فيما يتعلق بصحة الإنسان، وتم التطرق إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة ودورها الكبير في إزالة الصعوبات التي تواجه القطاع. مستقبل الصحة في المملكة العربية السعودية حسب رؤية 2030 هو على النحو التالي. المملكة هي جزء من منظومة دول العالم، وتحدي الصحة هو تحدي تشترك في كل دول العالم. لو نظرنا إلى حجم الإنفاق في الصحة اليوم على مستوى العالم هو تقريبا 8 تريليون دولار. الإنفاق على مستوى العالم 8 مليون تريليون دولار، هذه لو نظرنا فيها بشكل دقيق نجد أنه المواطنين في هذه الدول أو الأفراد في هذه الدول يستفيدوا حوالي من ما بين 60-70% من قيمة الصرف. بقية الإنفاق لا يوجه نحو نشاطات يستفيد منها الأفراد، وبالتالي وجدت في الأنظمة الصحية فجوات عدة، لكن أهمها هي فجوة الوقاية من الأمراض المزمنة. طبعا يقصد بالأمن الصحي هو حماية صحة الناس، حماية صحة الناس قبل وبعد الكوارث لضمان عدم تأثر المجتمع من هذه الأخطار. طبعا هذا يتطلب تطور علمي وطبي وسياسي، والذي تطور علمي وصحي وسياسي يهدف إلى الوقاية والاستجابة للخطر الوبائي. طبعا أيضا يحتاج ويشمل التوجه المستقبلي والابتكار في الصحة العامة لتحسين الاستجابة للأخطار الصحية. ويتطلب أيضا وضع الإرشادات للتخطيط في المنظمات الصحية للتعامل مع الكوارث الصحية. طبعا ماذا نقصد بالمخاطر الصحية؟ المخاطر الصحية هو التدني الطارئ في مستوى الرعاية الصحية وشح الأدوية. تشمل أيضا الوبائيات الجرثومية، الأسلحة البيولوجية أو النووية، الكوارث الطبيعية، العادات والسلوكيات. فالتدخين مثلا أحد المخاطر الصحية في المجتمع. حوادث السيارات أيضا تعتبر أحد المخاطر الصحية في المجتمع. المسائل الأخلاقية أيضا مثل الاستنساخ وغيرها. طبعا هناك أثر اقتصادي كبير تجلبه مخاطر الأمن الصحي، أثر اقتصادي سلبي ليس فقط على البلد نفسه بل على جميع البلدان العالم تقريبا، لأنه هناك انقطاع تجاري. فمثلا لما حصل وباء كورونا سواء في السعودية أو في كوريا حصل انقطاع تجاري وتبادل ومنع سفر وإلى ذلك، فقدان الوظائف التابعة والمتعلقة بالتبادل التجاري، وأيضا تتطلب اتخاذ الإجراءات والتدابير ضد هذا التوسع، وهناك طبعا تكاليف مادية. فلو نظرنا الحين للمجال الصحي، أحد التحديات العالمية اللي هي ارتفاع التكلفة. التكلفة الصحية مرتفعة بشكل كبير ولأسباب عديدة. تقديم رعاية صحية متقدمة تتطلب مختصين مدربين بشكل كبير لتقديم هذه الرعاية. فأحد الأبليكيشنز للذكاء الاصطناعي إنه مساعدة المختص أو مقدم الرعاية الصحية ببرامج أو وسائل تخليه أنه يقدم الرعاية الصحية هذه بس لعدد كبير من الناس. كذلك وزارة الصحة قدمت مبادرة جدا جميلة اللي هي مثلا مراكز الاتصال، وكذلك بعض التطبيقات اللي تساعد المريض من تقديم استفساراته بدل الذهاب إلى المستشفى وأخذ موعد، قد يكون أنه يستطيع أخذ أو الحصول على معلومات وأجوبة يحتاجها صحية بمجرد الاتصال بمركز الاتصال أو مثلا استخدام التطبيق.
وتناولت الجلسة الثالثة موضوع تحويل المستقبل. أشار المشاركون في الجلسة إلى أن التحول عملية تحتاج إلى الكثير من الوقت وتتطلب إلى إضاءة المستقبل واستشرافه. الدراسات المستقبلية أو الاستشراف المستقبلي في وطننا العربي ما زال في بداية الطريق، فقد تعرفت عن كثب على كيفية قيام الدول المتقدمة بصياغة رؤاها المستقبلية، رؤى معمارية، وأيضا كيفية استخدام المستقبل في اتخاذ القرارات في الوضع الراهن أو في الحاضر بناء على ما هو ممكن وما هو محتمل في المستقبل. فما زال الطريق طويلا قدام أمامنا لاستخدام المستقبل بالطريقة الأمثل لاتخاذ قرارات رشيدة في حاضرنا. وفي الواقع كتاب تحويل المستقبل يمثل إضافة علمية في مجال الاستشراف لتبنيه نهج التوقع الذي يعتمد على منهجية تشاركية والعمل بروح الفريق، وهو ما تفتقر إليه دراساتنا في الوطن العربي. فهو يعرض 14 حالة دراسية لاستخدام هذا النهج في مختلف دول العالم، منها واحدة فقط قمت بإعدادها في دولة عربية. أما في الجلسة الرابعة التقنية في المستقبل، تحدث الخبراء عن جيل التطبيقات وأثره على التعليم والصحة والترفيه وسوق العمل، داعين إلى الاستفادة من التجارب العالمية لمواكبة جيل التطبيقات وتقنية المجتمع بما يتوافق مع المجتمع السعودي. الجيل التطبيقات كما ذكره في The App Generation هاورد المتخصص في هارفارد في السلوك والإدراك، يقول أن جيل التطبيقات ما بعد 2010 سيكون جيل مختلف جدا، ولذلك نظرته للحياة أبعد من الثلاثة أبعاد، ينظرون بالأربعة أبعاد والخمسة أبعاد للحياة. جيل التطبيقات لو أردنا أن نعرفه، هم يفكرون في العالم كمجموعة متكاملة من التطبيقات بحكم ممارستهم الدورية والدائمة واليومية للتطبيقات. يقضون تقريبا أكثر من 8 ساعات لدينا الأطفال والمراهقين في التعامل مع التطبيقات اليوم. القدرات الرقمية احنا نعني فيها القدرات البشرية لاستغلال التقنية لحل مشكلة قائمة أو للوصول إلى نموذج عمل أفضل من النموذج الحالي، أو حتى لخلق بيئة ابتكارية غير موجودة حاليا بدون استغلالنا لهذه التقنية. بعض الأرقام عن السوق المحلي حاليا، بعض الدراسات الاستراتيجية تقول أن هناك 13,000 وظيفة تقنية شاغرة في المنطقة المحلية. احنا الآن مهتمين بعملية استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ونبغى نستقطب أكبر قدر ممكن من الشركات الرائدة العالمية في السعودية. فجأة طلعنا هذا الرقم المخيف. طيب وين الكادر البشري اللي يسد هذه الفجوة؟ غير موجود. الشركات هذه تحتاج إلى تقنيات، إلى مهارات في تقنيات ناشئة، ما تحتاج إلى علوم أساسية. نعطيكم فكرة جديدة عن يعني أو فكرة مبسطة عن الشركة العربية اليابانية لصناعة الأغشية. بدأ تأسيس هذه الشركة شركة سعودية يابانية لتوطين صناعة دقيقة جدا وصناعة تقنية عالية التقنية في المملكة العربية السعودية، وذلك تحقيق للأمن المائي في المملكة، حيث أن هذا المنتج يستخدم في محطات التحلية بقطاعها الحكومي والتجاري، وينتج للمملكة حوالي 1.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة في اليوم التي يستخدمها المواطن في المملكة. لحسن الحظ يعني أول ما تم انتهاء تجربة المصنع والكوميشنينج له، قلنا للشباب السعودي تفضلوا ورونا إبداعاتكم، وعطيناهم 20 وحدة للإنتاج. كانت النتيجة مفاجئة جدا لنا وللجانب الياباني، كانت النتيجة 100%. آخر جلسات اليوم الثاني لفعاليات منتدى أسبار الدولي 2018 كانت تحت عنوان مستقبل الوظائف. تم استعراض أثر التقنية في سوق العمل والمهارات التي يجب على طالب العمل التمتع بها وسط توقعات واحتمالات لتغير الوظائف مستقبلا واختفاء بعضها. أما التوجه المستقبلي المحلي في المملكة العربية السعودية هو يكون على مستويين. مستوى
يتوافق ويتوائم مع التوجهات العالمية، وهذا يتمثل في مشروع مدينة نيوم اللي هي مدينة مشاريعها لما يحلم فيها الغير، ليست لما انتهى إليها الغير، لما يحلم فيها الغير. وهذا المشروع يكون مدينة تعايش علم الخيال اللي احنا نشاهده في الأفلام. أما بالنسبة للمستوى الثاني، فهناك بعض الوظائف اللي الآن موجودة في الدول الغربية وتعتبر عندنا إن شاء الله مستقبلا هي وظائف مستقبل. هذه ترتبط في توطين التقنية بالذات. سمو الأمير محمد ولي العهد تحدث عن عند إعلان 2030، رؤية 2030، تحدث عن مشاريع للوزارة الدفاع والقدرات العسكرية، وذكر أن المملكة تنفق 5 دولة في العالم في الإنفاق العسكري، وبالتالي في الرؤية 2030 يكون في 50% من هذه الصناعات إن شاء الله والمحتوى توطن داخليا. هذه الصناعات ستخلق وظائف مستقبلية عندنا، ليس لها علاقة في الرؤية العالمية، إنما هذه مستقبل عندنا موجود في الغرب الآن موجود. جيل العلفية أسميهم مثل ما يسمى ديجيتال نومانز أو بدو رقميون أو رحل رقميون. هؤلاء الشباب، هذا الجيل متعطش جدا، ليس بإمكانه أن يعمل في الكوبيكلز وفي المكاتب القديمة التقليدية والى آخره. ممكن يعمل في شاطئ على ميامي، ممكن يعمل على مثلا رحلة في اندونيسيا. أهم حاجة أنه هو راح يؤدي عمله وراح يسلمك المشروع في الوقت اللي أنت تحبه، لكن عطيه نوع من الحرية في أداء عمله في المكان اللي يحبه. فلذلك هذه رسالة أو نصيحة أوجهها للتالنت أكوزيشن ديبارتمنت إن أول كومبانيز، إنهم يستغلوا هذه المواهب في إعطائها بعض من الحرية. إنك أنت تداوم من الساعة 8 للساعة 2 أو تداوم من الساعة 9 للساعة 5 أصبح من الماضي. أنا اليوم أعمل من الرياض، أعمل من مسقط، أعمل على شاطئ ميامي، أعمل من كل مكان. أهم حاجة أني ما دام أني أنا أعمل التاسك مالي وأوصله وأشتغل عليه وأسلمه. This is the most important part of it. عندنا تغييرات كبيرة حدثت في الفترة هذه، اللي هو من مجتمع في الثمانينات أتكلم، من مجتمع تقريبا ضعيف الدخل أو فقير إلى مجتمع غني، وهذا كان إيجابي جدا، ولكن نتج عنه السلبيات. من السلبيات اللي نتجت عنه طبعا تغير سلوك المجتمع. احنا ما نعمم، لكن نتكلم عن ظواهر حدثت. رفض الوظائف، اصبح المجتمع او جزء من المجتمع يرفض الوظائف المهنية الدنيا. عدم عمل الابناء او تحمل المسؤولية، اصبحنا نربي ابنائنا لمدة 20 سنة ياكل يشرب في البيت، بعد 20 سنة نقول تفضل اطلع الى العالم الحقيقي وابحث لك عن وظيفة. بدل ما كان يؤمر وينهى في البيت، احنا نطالب منه الان انه يستقبل الاوامر وينفذها. فكان في صعوبه للتاقلم مع هذا الواقع من مره اخرى من جزء من الشباب. وضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمنتدى أسبار 2018 عصر المستقبل السعودية غدا، تم عقد 7 جلسات. الأولى كانت تحت عنوان مستقبل البيئة، طالب خلالها الخبراء باستحداث تعريف جديد للاقتصاد باستصحاب تكاليف البيئة والمحافظة على رأس المال الطبيعي. حينما نعود إلى رؤية المملكة العربية السعودية، نتكلم أن ركيزة من ركائز هذه الرؤية 2030 هي صناعة مزدهرة. وحينما ننظر إلى محاور الرؤية سنجد أنها تحتوي على بيئة عامرة.
أعود إلى تعريف الاقتصاد البيئي، وهو المتعلق بالمحافظة على رأس المال الطبيعي. جزئية الاقتصاد المتعلقة بالمحافظة على رأس المال الطبيعي هي الركن الأساسي من تعريف الاقتصاد البيئي، والهدف منها هو الاستدامة وأن لا تستهلك الموارد الطبيعية استهلاك مدمر يؤدي إلى عدم استدامة النمو الاقتصادي، وبالتالي هذه جزئية مهمة يتم التركيز عليها بشكل خاص في تعريفنا للاقتصاد البيئي. المدن هي عبارة عن أشخاص والأفراد، مش عبارة عن البنى التحتية فقط، وبالتالي كل مدينة عندها خصوصيتها، ولابد نحن نرجع لخصوصية المدينة والمجتمعات والأحياء، ونقدر نقول ما يناسب الرياض غير ما يناسب جدة، غير ما يناسب القاهرة، غير ما يناسب دبي. وكل مدينة بد يكون عندها خطة واضحة كيف تجابه المشاكل أو المتطلعات تبع أهل هذه المدينة. اليوم غالبية الفئة العمرية الموجودة في المملكة العربية السعودية شعب لطيف، ولكن أعماره أقل من 30 سنة. هذا بمعنى أنه في عوائل قاعدة تتزايد، بمعنى في مساكن لابد أن يكون موجودة من أجل تلبيتها. لما نجي نترجم هذه الأرقام من الآن إلى 2030، أكثر من 1,000,000 وحدة سكنية ستسكنها عوائل. المملكة العربية السعودية عشان تستطيع أنه تحقق الأهداف هذه لابد أنها توفر بيئة استثمارية تساعد على أنها تعطي المستثمر أكسس للفاسيليتيز المالية، تعطيهم أكسس للأوبرتونيتيز، زائد يكون عندهم نون فاينانشال انسنتيفز تستطيع من خلالها تساعد عملية تطوير هذه الوحدات السكنية. المدينة الإبداعية هي خليط من 3 نقاط. المحور الأول اللي هو صورة المدينة، ثقافة المكان اللي هو يميز الطعم، الرائحة، الإحساس الفريد للمكان الذي تعيش فيه، هو يعتبر هو صورة المدينة. الجانب الآخر من صورة المدينة اللي هو جودة الحياة، quality of life، وهذا مهم جدا في المدينة الإبداعية التي ننادي بها، وهي الاهتمام بجودة حياة الإنسان، جودة الحياة وجودة المكان، وهذا محور مهم جدا سيساعد على التواصل، سيساعد على بناء حياة رائعة جدا لنا نحن وأبناء الحاضر وأيضا أبناءنا في المستقبل. في الجلسة الثانية مستقبل الطاقة، أشار المشاركون إلى أن نصيب البترول في ميزان الطاقة العالمي آخذ في التراجع، وشددوا على ضرورة تحلي رواد الأعمال بالشجاعة والجرأة للدخول في مجال الطاقة ومنافسة الشركات الأجنبية في الاستثمار داخل هذا المجال. نصيب النفط في ميزان الطاقة العالمي قد انخفض من أكثر من 46% عام 73 إلى 32% عام 2014، ومتوقع أن ينخفض إلى 29% في عام 2035. وهذا انخفاض قد لمسناه خلال السنوات 40 أو 45 الماضية. مع انخفاض أسعار النفط في عام 2015 بدأت الأمور في التغير تماما، ومع تسارع وتيرة ريادة الأعمال وتسارع وتيرة التقنية بدأ يتشكل واقع جديد تماما. اسمحوا لي اليوم أن أشارككم بقصتنا، قصة أركاد للهندسة والإنشاء. أركاد شركة شابة سعودية يافعة بدأت فكرتها في عام 2010 عندما قرر مؤسسوها خوض تجارب هذا القطاع. كنا نرى أيامها عقود بعشرات المليارات ترسى على الشركات الأجنبية تساعدها على تنمية قدراتها وتطوير إمكانياتها البشرية، فقررنا الخوض في هذا القطاع. بدأنا، استثمرنا في أنفسنا، استثمرنا في شبابنا وشاباتنا، استثمرنا في قدراتنا الهندسية، وفي عام 2012 ولدت أركاد بخمسين موظفا. اليوم 2018، 6 سنوات إلى الأمام، أركاد 9,000 موظف، منهم 2,500 سعودي يقودون الشركة في جميع المناصب الإدارية والتنفيذية والهندسية. مبيعاتها تجاوزت 2,000,000,000 ريال. استطاعت أركاد في مدة قصيرة أن تغير من فكر القطاع. استطعنا أن نحقق
أمالا كانت بعيدة المنال، ونستمر اليوم في الاستثمار في أنفسنا ودفع عجلتنا إلى الأمام. حاليا المملكة العربية السعودية هي البلد الأول عالميا من حيث انخفاض غازات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن إنتاج البترول. يعني لكل برميل بترول ينتج في المملكة العربية السعودية كمية الغاز ثاني أكسيد الكربون المنتج معه هو أقل بمراحل من معظم من كل دول العالم ذات الإنتاج المرتفع. هذه طبعا في المستقبل إذا كانت القوانين والإجراءات والبوليسي تضغط بزيادة على صناعة النفط، طبعا البرميل الأقل من ناحية الفوتبرنت الكربون فوتبرنت يبقى هو البرميل الأكثر ثمنا والأكثر فاليو في المستقبل. فلذلك التقنية في مجال الأبستريم حقيقة تخدم استدامة الطاقة من ناحية الإنتاج ليس فقط من ناحية الاستهلاك. أما الجلسة الثالثة حملت عنوان تقرير مؤسسة الفكر العربي العاشر للتنمية الثقافية، حيث خصصت الجلسة لنقاش محتوى التقرير وأبرز ما جاء فيه. ما هي أبرز الاستنتاجات التي توصل إليها أو خلص إليها هذا التقرير؟ طبعا يضيء التقرير على أبرز الإنجازات التي تحققت في كل دولة عربية وفي مجموعة الدول العربية، إن على صعيد السياسات، إن على صعيد الرؤى التي وضعتها رسمتها بعض الدول العربية وفي طليعتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وهناك يضيء أيضا التقرير على الإنجازات التي قامت بها الدول العربية المختلفة، ومنها إنشاء مراكز للأبحاث وحاضنات للتكنولوجيا والجهود التي بذلتها الدول العربية على صعيد تطوير منظومة الجامعات ومنظومة مؤسسات التعليم العالي والجهود التي بذلتها. هذا البحث وأن الإحصاء الكمي والتحليل التي وصلت إليها هذه الدراسة هي ما يمكن أن يقال عنه الدي إن إيه الذي يمكن من خلاله تحليل حالة العقل والابتكار والتفكير في العالم العربي، الوصول إلى الإحصاء الكمي وفهمه مثل الوصول إلى نوع من تحليل الدم الدقيق الذي يمكن من خلاله معرفة حالة المريض، لأنه التشخيص الغير دقيق والتشخيص الخاطئ يؤدي إلى نتائج خاطئة. شكرا. الابتكار أو الاندثار يبدو كأنه عنوان صحفي مستفز، لكن عندما تقرأ التقرير بصفحاته العديدة وفصولها أيضا متنوعة تكتشف بأن العنوان قد تم اختياره بدقة، لم يكن عشوائيا. أريد لهذا العنوان أن يوصل القارئ، أن يفاجئ القارئ أو يصدمه بأننا أمام معضلة حقيقية لابد أن نكون صريحين وأن نواجهها، وهي أننا إما أن نبتكر أو أن نندثر في هذا العالم المتسارع. الواقع العربي اليوم هو بشكل عام لما كانت عليه دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وأسبانيا في خمسينات القرن الماضي. هذا يعني أن الفجوة اليوم بيننا وبين هذه الدول هي نصف قرن من الزمن، وهذه ليست المشكلة الوحيدة، لأن التطورات التكنولوجية المتسارعة بتؤدي إلى أن الفجوة تتسع بشكل يومي وبشكل خطير جدا. فبالتالي جهودنا إذا كنا في الماضي نسير بسرعة 100 قبل 10 أو 15 سنة نسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، فأعتقد اليوم أنه إحنا بحاجة أننا نسير أو نضاعف سرعتنا إلى 200 كيلومتر على الأقل في الساعة حتى نستطيع أن نصل إلى مصاف الدول اللي سبقتنا. في الجلسة الثالثة صناديق الاستثمار الشابة أكد المشاركون أن الوقت الحاضر يعد عصرا ذهبيا للتحول التقني في المشاريع الشابة.
احنا قبل حوالي 15 سنة او 20 سنة كان الناس يتكلمون عن التقنية بشكل شوية خيالي، والحين سبحان الله خلال 20 سنة فقط صار الكل يتكلم عنها او صار الكل يستخدمها بشكل يومي وبشكل فعال. فالتحول جاي، والتحول جاي باشكال مختلفة. احنا الحين عندنا اندستريز، عندنا بعض الصناعات اللي تحولت تماما. فبالتالي صناديق الاستثمار لازم تلعب دور إضافي بتوفير منصات ذات قيمة مضافة وخدمات إضافية تستقطب من خلالها الشركات الناشئة. فمثلاً على سبيل المثال في مجال التشارك المعلومات، ممكن لصناديق الاستثمار، وهذه تجارب يمكن زي ما نقول أحدث أو أفضل الممارسات العالمية في صناديق الاستثمار العالمية، إنها بتقوم بمثلا مبادرة تنظيم لـ CEO Summit للشركات التابعة للمحفظة حقت صندوق الاستثمار. فبالتالي بتشجع الـ CEOs حقت الشركات إنها تكون relevant for the next 15 years، لأنه الآن صار في تطور كبير في التقنية، في تغيرات كثيرة في الاقتصاد المحلي، تغيرات كثيرة في الاقتصاد العالمي، يجب على CEOs أنهم يواكبوا هذه التغيرات. وهذا شيء طيب صراحة، يعني أنه عندنا في السعودية بدأ يصير فيه صناديق كوربرت عائلية، يسوون صناديق استثمارية فينتشر، وكذلك كوربرت بابليك كومباني زي STC وزي الطيار يسوون صناديق استثمار رأس المال الجريء، وهذا ممتاز. اليوم احنا نبغى قصص نجاح، وانس انه صار عندك قصة نجاح سعودي او شركة سعودية بدأت وانباعت المليار ومليارين، اتوقع انه بيجيك شباب بيتحمسون. احنا بنقصد الشباب اللي توهم متخرجين من الجامعة. رابع الجلسات تحت عنوان صناع المستقبل دعا المشاركين فيها للاستفادة من تجارب اليابان والاستثمار في الإنسان وتطوير التعليم واستنساخ التجارب الشابة. ونحن الآن في السعودية بنعيش نهضة اقتصادية جدا رائعة، والمجتمع مليء بحيويات الشباب، وكل الجهد الكل قاعد يضع جهده في أنه نصل نهضة جدا رائعة، وأنا واثق أنه خلال السنوات القادمة حنصل لأقصى انتاجياتنا وابداعاتنا. التساؤل هو ماذا سيحصل بعد 50 سنة من الآن؟ اليابان في مثالها قد توفر لنا حل أو ملاحظات لما يمكن أن نعمله بعد نصف قرن من الآن. وهذه الرسالة اللي حاب أوصلها اليوم، إنه نحن ممكن نستفيد من أخطاء اليابان فيما فعلت، في نحن نستفيد في تخطيط مستقبلنا لما بعد نصف قرن من الآن. شكرا جزيلا. النمو الاقتصادي في أي دولة في العالم ينبني كان دائما على 3 محاور أساسية. المحور الأساسي الأول هو الموارد الطبيعية، المحور الثاني هو المنتجات والسلع الرأسمالية، والمنتج الثالث هو الموارد البشرية المتعلمة في أي مجتمع. كل ما زادت هذه الثلاثة أعطتني نمو اقتصادي، كل ما نقصت هذه الثلاثة أعطتني تدني في النمو الاقتصادي. المحور الرابع اللي غالبية الدول اليوم تتكلم عنه بما فيها المملكة العربية السعودية في رؤية 2030 هو محور ريادة الأعمال. ريادة الأعمال ميزتها إن هي تستثمر في المحور الثاني والثالث، وبالتالي تحريك محور واحد ممكن يحرك الـ3 المحاور اللي هي ممكن نبني عليها الاقتصاد. مشروع ضخم اسمه مشروع التحول نحو التعلم الرقمي، أحد مشاريع الرؤية 2020. البعض لا يدري أنه مع نهاية عام 2020 حنكون غطينا جميع المدارس الحكومية في المملكة العربية السعودية بالتعليم الإلكتروني. التعليم الإلكتروني ما يعني أنه ما نلغي المدرسة، لكن تخيلوا، خلينا نقول على أيام تتذكروا دفتر أبو 60 هذا حينساه. فهذا يمكن يعني كذا مختصر، يعني ما حنبدأ أنه يستطيع الطالب يسوي كل أموره عن طريق التقنية. ووصلنا لمراحل حتى كيف نحفز الطالب هذا، من الأمثل اللي نعملها الآن إنه الطالب في نهاية الفصل الدراسي بيصنف إلى فئات، أخضر فضي بلاتيني ماسي بناء عداء الأكاديمي، وجعلنا مش المدرسة أو الوزارة تكافئه، جعلنا المجتمع يكافئه عبر شركات معينة تشوف تصنيفه وتبدأ تكافئه كنوع من الجيميفيكيشن يسموه. فالاستعلام تستهدف يعني أساليب مختلفة تماما عن الأساليب التقليدية. إحنا صار الطالب يحل الواجب أو الاختبار يروح للومار مثلا أو لبعض الفنادق والمطاعم ويعطوه خصم ومكافأة بناء على أداء الأكاديمي. الفكرة أنه القطاع الثالث هو قطاع جديد يشكل النسيج
بين القطاع العام والقطاع الخاص. بمعنى إذا عرفنا القطاع العام على أنه قطاع معني ببناء الأنظمة والإجراءات اللي هو القطاع الحكومي كما نعرفه بخصائصه التي نعرفها، من أهم خصائصه أنه أو خصائصها الطبيعية اللي قد لا يكون من ذنب القطاع الحكومي أنه بهذا الشكل، ولكن من مميزاته أو من الكاركترستيكس الخاصة به أنه قد يكون أبطأ قليلاً ولكنه ينظر إلى المدى الطويل ويستطيع أن يتعامل مع المشكلات على المستوى الوطني ولا على نطاق عريض من ولا ينظر للجانب الربحي. الطرف الآخر لدينا فيه القطاع الخاص. في القطاع الخاص لدينا قطاع سريع دايناميك قادر على الاستجابة السريعة متواكب للفرص والمشاكل، وأيضا قادر على أنه يعني ينظر إلى المستقبل، يضع الحلول، يضع الابتكار، ولكن لديه بعض الاعتبارات الخاصة بالربح والخسارة. سابقا قبل ما تكون التقنية متوفرة لنا جميعا والإنترنت وإلى آخره، كان المكان الوحيد اللي أنت تحصل عليه على المعلومة أو المعرفة يا إما المكتبات يا إما الجامعات أو المدارس. الآن بعد تطور التقنية أصبح الإنترنت هو المكان اللي أي أحد يروح يدور فيه على أي معلومة أو معرفة. وبسبب تدني مستوى المحتوى العربي وندرته على الإنترنت ممكن نقول إنه الاقتصاد المعرفي في المنطقة العربية في أدنى مستوياته في الوقت الحالي. ومن هذا المنطلق جينا إحنا وقلنا واحد من أهم الأسباب اللي يخلي الاقتصاد المعرفي والمعلومات تتوفر على الإنترنت هو النشر. بعد كذا يجي البحث، سهولة البحث، وبعد كذا سرعة الإنترنت بحيث إنه الأبلود والداونلود للأشخاص يكون سهل للوصول إلى المعلومة والمعرفة. ومن هذا المنطلق جينا إحنا في ضاد وقررنا إنه إحنا نكون المنصة المتواجدة في العالم العربي يقدر يوصل لها أي أحد في العالم العربي وحتى خارج العالم العربي اللي هم ممكن نقول العرب ديسبورز المهجرين والمبتعثين خارج العالم العربي للحصول على أي نوع من أنواع المحتوى العربي بشكل صوتي. أدار الجلسة الخامسة السعودية غدا رئيس مجلس منتدى أسبار الدولية الدكتور فهد العرابي الحارثي. الجلسة شهدت إعلان المنتدى عن إنشاء معهد المستقبل في العاصمة الرياض، كما تم الكشف عن اعتزام المنتدى إصدار معجم المستقبل على مستوى العالم. بعد مرور الثلاث سنوات الماضية اكتشفنا أن الرؤية 2030 هي المستقبل، واكتشفنا أن قيادتنا الجديدة هي التي تصر على أن تقودنا وتأخذنا إلى المستقبل. لهذا كانت الرؤية. المستقبل الذي نتحدث عنه منذ ثلاثة أيام هو في النتيجة النهائية كيف نستطيع اللحاق بهذا المستقبل الذي يجتاح العالم بكل تجلياته وبكل تحدياته. من الأشياء اللي نفتخر بها في الخدمات الحكومية ولازلنا نرى أن أمامها مستقبل كبير عليها أن تتطور في اتجاهه هي خدمة أبشر. خدمة أبشر كلكم يستخدمها وكلكم يستفيد منها. بدأنا من عام 2010 تقريبا، بحمد الله نحن نصل الآن إلى حوالي 11 مليون مستخدم. 11 مليون مستخدم، عدد العمليات يصل إلى 35 مليون عملية. في بعض الخدمات لدى الجوازات ولدى المرور وصل نسبة الاستخدام الإلكتروني للعمليات بدون الذهاب إلى مكاتب الحكومية إلى ما يزيد عن 80%. أعتقد التعليم يعني للمستقبل نحتاج أن احنا نجهز أكثر لهذا التغيرات اللي بتحدث في العالم. أولاً المحتوى والبرامج، هذا الحراك العالمي في المعلومات تتطلب أن تكون هناك مرونة أكبر للتحديث المتسارع للبرامج والمناهج. لأن الحقيقة لما أعلنت الرؤية 2030 ورغم أنها فهمت يعني بشكل كبير بأنها تصب بشكل محدد في تنوع الاقتصاد وفي تحول اقتصادي، إلا أنه كثير من مبادرات التحول الوطني أو البرامج المطروحة مثل برنامج جودة الحياة وغيرها
هي الحقيقة تصب أكثر في النسيج الاجتماعي والتغير اللي نطمح إليه. حتى لو يعني قدمنا الكثير من الحلول الاقتصادية، لا يمكن فعلا أنه يدخل حيز التنفيذ ويؤثر في حياة المجتمع والفرد إلا إذا فعلا كان هناك يعني جانب اجتماعي رافض ودافع له. طيب، أنا الحقيقة أريد أن أغتنم هذه الفرصة لإعلانين بسيطين مهمين في نظري. الإعلان الأول أنه يعتزم منتدى أسبار الدولي إصدار معجم المستقبل اللي اقترحوه أمس في الجلسة في إحدى جلسات أمس، فهو إن شاء الله سيبدأ وقد شرع بالفعل في الحديث مع بعض الشركاء ابتداء من يوم أمس لإصدار معجم المستقبل، ليس على مستوى العالم العربي فقط، ربما على مستوى العالم. منذ سنة منتدى أسبار الدولي يعمل على مشروع كان شبه سري تقريبا، ولكن نعلنه اليوم، وهو إنشاء معهد المستقبل في المملكة العربية السعودية، وقد بدأنا بالفعل الحوار مع شركاء متعددين، بعضهم موجودين معنا وبعضهم خارج السعودية. في الأول حيكون وحدة إدارة في داخل مركز أسبار نفسها، فإذا إن شاء الله تطور الوقت فيما بعد يمكن يصبح مؤسسة مستقلة اسمها معهد المستقبل في السعودية. أخيراً ختم المنتدى يومه الأخير لعام 2018 بجلسة أجندة المستقبل، ليكمل بها سلسلة الجلسات والمحاضرات وعدد من ورش العمل. ناقش أهم التحديات التي تواجه القطاعات الحيوية واقترحت آليات عمل لمواجهتها، ورسمت خارطة طريق للبرامج التنموية تكفل النهوض بمستوى إنتاجية القطاعات الرئيسية وتحقيق المستقبل المنشود.